عليكم راح أشرح لكم بهالمقطع الشابتر الثاني من مادة الـ Fundamental Organization and Management واللي هو يتكلم عن الـ Business Ethics أو اللي هي أخلاقيات العمل. هنا في البداية ذكر لنا why we should study business ethics أو اللي هو ليش إحنا لازم ندرس ونعرف عن الإثيكس هذه. أول شيء في البداية الإثيكس هذه هي عبارة عن رولز معينة يتم استخدامها في البزنس أو في المنظمات التجارية. هنا بعد قال إنه لما نجي نسأل الناس عن مفهومهم عن الإثيكس في هذه البزنس ما راح يكون معرفتهم أو تسميتهم لهذا الإثيكس بشكل مباشر، لا ممكن يفكرون فيها أو يفهمونها بطريقة ثانية. يعني مثلا على المستوى الوظيفي او على مستوى الموظفين ممكن يفهمون البزنس ايثكس او اللي هي اخلاقيات العمل من خلال انهم مثلا يسألون نفسهم ايش الشيء اللي بيجبرني اني اتعامل بشكل جيد في الدوام. يعني مثلا ايش الشيء اللي يجبرني اني يخليني مثلا اداوم على الوقت، ايش الشيء اللي يجبرني يخليني اداوم 8 ساعات في اليوم، ايش الشيء اللي يجبرني اسوي هذه الشغلة او شغلة معينة. فهذه الاشياء كلها هي جاية في مسمى إثيكس، لكن الموظفين نفسهم مو بمستوعبين إنها تدخل من ضمن الأخلاقيات. برضه هنا قال إنه ممكن يسألون نفسهم سؤال ثاني واللي هو is there something in it for them، واللي هو إن هل هم قاعدين يأخذون مصلحة وفائدة من الشغل اللي هم قاعدين يسوونه ولا لا. فمثلا لو هم قاعدين يشتغلون أشغال جدا شاقة بالمقابل هم ما قاعدين يلاقون مقابل مادي، فهنا لا في أخلاقيات أو في شيء خطأ في الروز اللي هم قاعدين يتبعونها كبزنس. هنا بعد قال there is no denying that one can often do well by doing good، واللي هو خلينا نسميها أو خلينا نقول عنها إن إحنا ماشيين على حسن النية، واللي هم إن الأشخاص بشكل عام غالبا راح يتعاملون بشكل جيد ويؤدون شغلهم بشكل جيد، لأن غالبا ما بيكون لهم مصلحة من أنهم يخالفون الأخلاقيات اللي هم المفروض يتبعونها. برضو هنا قال إن an ethical company is more likely to build a good reputation، واللي هو إن الكمباني اللي قاعدة تتبع أخلاقيات جيدة فبالتالي راح ينتشر عنها سمعة جيدة، وهالشي راح يؤدي إلى أنها تكسب rewards أو مكاسب واللي هي عبارة عن السمعة اللي هم قاعدين يكتسبونها، لأنها راح تجذب لهم stakeholders أكثر. فهنا لما نجي نعرف الإثيكس قال إن الإثيكس defined as the seat of moral principles أو هي عبارة عن مبادئ معينة، وهذه المبادئ اللي موجودة عندي راح تخليني أفرق بين الصح وبين الغلط. هنا بعد عندنا الأرجومنت supporting business ethics أو بعض الأشياء اللي تدعم إن إحنا نتبع إثيكس في البزنس مالها، واللي هي إنه يقول هو من أساس إحنا عندنا في all the human activities عندنا إثيكس خاصة فيها، أي شيء بيسويه الإنسان أو بيدخل فيه الإنسان في الطبيعي أو مهم جدا إنه يكون فيه إثيكس. برضه هنا قال businesses cannot survive without ethics، إن البزنس والأعمال بشكل عام مستحيل تنجح بدون ما تكون ماشي على إثيكس ورولز ونظم معينة. هنا بعد قال إن الإثيكس is consist with profit seeking، واللي هو إنه الإثيكس هنا متعلقة بشكل عام مع الأرباح ومع الأشياء اللي ممكن تجنيها الشركة. فas much as إن الشركة أو البزنس يكون عندها إثيكس وأخلاقيات على قد ما إنه بيكون عندها سمعة، فبالتالي راح تزيد الأرباح حقتها. برضو هنا قال أو ذكر لنا البيبل أو الأشخاص اللي مهتمين بسالفة الإثيكس، واللي هم مو بس الإمبلوي أو الموظفين اللي موجودين في الشركة، حتى الكاستمرز اللي يشترون منها. برضو هنا قال إن الستاديز أو الدراسات الحديثة قالت إن الإثيكس ممكن ما تسبب إلى أنه تنقص في البروفيتس أو في أرباح الشركة، لكنها بالعكس ممكن contribute to profits أو اللي هو أنها تساهم في أنها تدعم أرباح الشركة وتزيدها. هنا قال لنا why behave ethically أو أن ليش إحنا لازم نتعامل بشكل أخلاقي. هنا قال اللي هو to avoid harming others أو أن إحنا نتعامل بشكل أخلاقي عشان أتأكد أني أنا ما قاعدة أضر أحد، ومنهم الناس اللي مسؤولين عن هالشي بالذات اللي هم
المانجرز أو الأشخاص الرؤساء اللي موجودين في الشغل. فمثلاً واحدة من مسؤوليات المانجرز إنهم يكونوا responsible عن the protection حقت عن resources and their charge، أو لهم مسؤولية على إنهم يحفظون الموارد حقت الشركة. يعني مثلاً ما ينفع أن المانجر يأخذ الموارد حقت الشركة ويروح يبيعها برا ويأخذ فلوس له لحالها، لأن هذه فيها harming للأذرس، عشان هالشكل أن هالشيء يعتبر غير أخلاقي وممكن يعاقب عليه. وبرضو المانجر مو بس مسؤول على أنه يحافظ على موارد معينة، بالعكس برضو مسؤول على أنه ما يسوي أو ما يحط الشركة في موضع ريسك أو في موضع خطر، وهالموضوع هذا ممكن يؤدي إلى أنهم يخسرون الريبوتيشن مالتهم أو السمعة مالتهم. فهنا قال أو تكلم على ثلاث نقاط اللي هي متفرعة من الريبوتيشن أو هذه السمعة. السمعة هي عبارة عن شيء فاليبل أو قيم جدا للشركة ولازم تحافظ عليه. برضه هنا قال أن الريبوتيشن is critical to long term management success، واللي هو أن السمعة هذه مرتبطة بالنجاح للشركة، فإذا خسروا الريبوتيشن معناته النجاح هذا راح يروح. برضو هنا قال أن all stakeholders are judged by reputation، واللي هو أن stakeholders مثلا منهم الموظفين والزباين وغيره من الناس بحيث يحكمون على الشركة من خلال السمعة مالتها. فإذا كانت السمعة مالت الشركة ما هي بجيدة بسبب أن الشركة ما عندها أخلاقيات، فبالتالي stakeholders راح يبدؤون ينسحبون. يعني مثلا ممكن الموظفين يبدؤون يتقاعدون او الكوستومرز يبدؤون ما يشترون منهم، فبالتالي راح تفشل الشركة. هنا ذكر لنا او عرف لنا او عرف لنا اكثر على الستيك هولدرز. الستيك هولدرز هم عبارة عن اي شخص مرتبط بالبزنس حقي. فهنا لما جاء عرفهم لي قال انهم عبارة عن شخص او مجموعة اشخاص او organization ممكن يكون لها direct او indirect stake، واللي هو مصلحة ممكن تكون مباشرة او غير مباشرة، ووجود هذه المصلحة او وجود هذه العلاقة ممكن تأثر بالpolicies اللي تطلع في هذه البزنس. هنا ذكر لنا مثال على stakeholders واللي هم منهم الorganizations المعينة، منهم الcustomers، منهم الemployees وحتى الowner نفسه. هنا ذكر لنا source of ethics أو اللي هو مصادر الأخلاقيات. الأخلاقيات في بزنس معينة ممكن يكون لها عدة مصادر، منها فهنا البزنس ممكن تكون أو اللي هي الإثكس حقت البزنس ممكن تكون متقسمة على عدة فروع، منها social ethics، individual ethics، organizational والoccupational ethics. فهنا لما نجي لأول عنصر من عناصر البزنس إثيكس واللي هي السوشيال إثيكس، لما نجي نعرفها هي عبارة عن الإثيكس اللي جاية من الممبرز أوف سوسايتي، يعني الأعضاء في مجتمع معينة كيف هم قاعدين يتعاملون، كيف هم قاعدين يساعدون بعض بينهم بين بعض. فهذه الأشياء كلها تأثر على البزنس اللي بيكون موجود في المجتمع نفسه، لأن البزنس هذا المفروض يكون إنه يشبه السوشيال اللي جاي من. فهنا قال إنه involving عدة أمور، منها اللي هي الإشوز أو عدة أمور اللي هي الفيرنس، الجستس، البوفيرتي والرايت of the individuals أو هو الامبلويز اللي موجودة في البزنس هذا. برضه هنا قال إن البيبل أو اللي هم الأشخاص اللي في السوسايتي behave ethically because they have certain values, beliefs and norms. هنا نجي للنوع الثاني أو المصدر الثاني واللي هو الoccupational ethics، واللي هو عبارة عن إن كيف الأشخاص يتعاملون في محيط الoccupational أو البروفيجن، أو يعني باختصار لما الناس تنحط في بزنس معينة، فبشكل عام لما يحطون في هذه البيئة كيف راح يتعاملون بينهم بين بعض. كمثال عليها اللي هي البيئة الميديكال أو البيئة الطبية بالإضافة إلى الليجل إثيكس. هنا نجي للسورس الثالث واللي هو عبارة عن الاندفجوال إثيكس، واللي هو عبارة عن إن كيف الناس تشوف أو كيف الناس تحكم مسؤولياتها تجاه الناس الثانيين والجروبات الثانيين، أو قديش هم يشوفون روحهم مسؤولين عنهم وعن أنهم ما يأذونهم.
برضو بالإضافة عليها اللي هي they should act in situations when their own self interests are at stake، أو اللي هو مثلا لما يكونون طايحين في مشكلة معينة، فهم كيف يتعاملون مع الناس وكيف يحافظون على حقوق الناس حتى وهذه المشكلة موجودة. هنا نجي للريسورس الرابع والأخير واللي هو الorganizational ethics، واللي هو باختصار كيف كامباني معينة أو شركة معين تحدد قديش مسؤولياتها اتجاه الستيك هولدرز اللي عندها. وهنا في النقطة اللي بعدها قال أن top managers play a critical role in determining a company's ethics، واللي هم أن الناس المدراء اللي موجودين في شركة معينة أو بزنس معينة هم الناس المسؤولين على تحديد الإثكس والروز اللي بيمشون عليها في البزنس. هنا نجي لنقطة الـ Company Practices and Business Ethics، واللي هو دور الشركة على اتباع الإثكس اللي المفروض يتبعها أي بزنس ثاني. هنا بعد قال لي أن الـ Company المفروض أنها تحاول تدعم الموظفين اللي فيها والمانجرز اللي فيها في اتباع الإثكس من خلال عدة أمور، وهذه الأمور تتضمن أول واحدة Adopting Written Codes of Conduct، واللي هو أنه لازم تكون الكمباني واضحة في الأخلاقيات وفي الرولز اللي هي تبي تطبقها، وتكون حتى written أو تكون مكتوبة بحيث أن الموظفين والمانجرز يقدرون يرجعون لها في أي وقت. هنا بعد قال having top management support of ethical standards، يعني لازم يكون عندنا مانجرز مسؤولين بس عن المراقبة للأخلاقيات والمراقبة للشركة بشكل عام. هنا بعد قال أن الشركة المفروض تحاول أنها تنشئ ethics programs أو برامج للتوعية على هذه الأخلاقيات لموظفينها. برضو هنا قال آخر نقطة أنه الشركة أو الكمبانيز المفروض أنها تنشئ hotlines، أو اللي هي عبارة عن الأرقام هذه مثلا يدقون عليها الناس عشان يسوون reporting لل unethical behavior في حال لاحظوا وجوده. هنا بعد عرف لنا شيء واللي هو Code of Ethics، واللي هو سبق تكلمنا عنه في السلايدة السابقة. Code of Ethics مثل ما قلنا هو عبارة عن document مكتوبة، أو عبارة عن مجموعة من القواعد تكون مكتوبة لهم بشكل واضح، وهذه القواعد توضح إيش الacceptable، إيش التصرف المقبول، وإيش التصرف الغير مقبول اللي لازم يتبعونه كل الامبلويز والمانجرز اللي موجودين في هذه البزنس. برضو هنا قال ان الامبلويز working under the code of ethic have a standard by which they can judge their own behavior and that of others within organization، يعني ان لما يكون في كود واضح في البزنس، فالامبلوي نفسه يقدر يقيم نفسه والتصرفات اللي هو قاعد يسويها إذا كانت أخلاقية ولا لا، وبرضه تعطي مجال للناس الثانيين أو الموظفين الثانيين اللي معاه أنهم يقيمونه. كمثال عليها اللي هي شركة ماكدونالدز. ماكدونالدز طبعا ماشي على نظام الكود أوف إثيكس. هنا بعد ذكر لي واحدة من أهم الأشياء اللي لازم كل البزنسز وكل الشركات لازم تمتلكها، واللي هي corporate social responsibility، واللي هي عبارة عن أن responsibility refers to corporations responsibilities or obligations toward society، واللي هم أن الشركة بشكل عام مو بس يكون شغلها for profit أو للأرباح، برضو لازم تكون الأشياء اللي هي قاعدة تسويها مفيدة للمجتمع للسوسايتي. هنا نجي للسلايدة اللي بعدها، واللي هو في البداية لازم نتذكر ان احنا قلنا ان الناس اللي مسؤولين عن تطبيق الإثكس في اي بزنس معين هم المانجرز. فهنا ذكر لنا المواقف اللي ممكن اي مانجر في اي بزنس ممكن يتبعها وتكون ردة فعله تجاه السوشيال ريسبونسابيلتي. فهنا قال اللي هو في الموقف الاول واللي هو الابستراكشنست ريسبونس، او اللي هو الممانع. فهنا قال ان المانجرز choose not to be social responsible، واللي هو انه ما يكون منتبه على الإثكس اللي قاعد يسويها، فبالتالي هو بيتصرف بشكل
الليجل واللي هو انه غير نظامي، فبالتالي بيكون ان اثيكال او غير اخلاقي. وبرضو في حال انه صارت مشكلة في داخل البزنس او صارت في انهيارات اقتصادية او ما الى ذلك، فهو ممكن انه يسوي هايدنج او يخفي هذه البروبلمز اللي قاعد تصير. في النوع الثاني او ردة الفعل الثانية واللي هي الديفنسيف ريسبونس، واللي هو عبارة عن ان المانجر stay within the law but make no attempt to exercise additional social responsibility. يعني بشكل عام هم عبارة عن نوع من المدراء اللي يمشون ضمن القانون لكنهم ما يتبعون اي اجراء ثاني علشان يسوون social responsibility او ما تكون عندهم اي ردة فعل، على عكس النوع اللي فوق. النوع اللي فوق تكون ردة فعلهم illegal و unethical، اما هنا لا، ما يسوي اشياء مخالفة، لا يظل ضمن القانون. هنا بعد قال كوصف لهم اللي في النقطة اللي بعدها، but مثلا كمثال عليها، but shareholders in interest above all other stakeholders، يعني يحاول انه يفضل الشيرهولدرز واللي هو خلونا نقول عنهم مثلا المناجرز اللي مثله او الامبلويز مالين الشركة، فيحاول انه يفضلهم ويقدم مصلحتهم على الستيك هولدرز واللي هم الناس الثانيين واللي هم من ضمنهم الكاستمرز، فيبدي مصلحة نفسه على مصلحة الاخرين. لو فكرنا فيها هالشي مو مخالف للقانون لكن استل عليه خلاف من الناحية الاخلاقية. هنا بعد في النقطة الاخيرة قال ان المانجرز say society should make laws if change is needed، يعني هو يخلي مسؤوليته من تغيير السوسايتي ويقول ان السوسايتي لو يبي يغير نفسه فهو المسؤول عن وضع اللوز والقوانين نفسها. هنا نجي للموقف الثالث واللي هو الاكوموديتيف ريسبونس، واللي هو ان المانجرز realize that the need for social responsibility، واللي هو ان المدير في هذه الحالة مستوعب ان السوسايتي يحتاج الى تغيير وانه عنده مسؤولية تجاه هذه السوشيال. فهنا قال ان try to balance the interest of all stakeholders، واللي هو انه يحاول يوازن بين كل الناس اللي مرتبطين في الشركة سواء كانوا من المدراء الموظفين وحتى الكوستمرز. اخر واحدة اللي هي positive response، واللي هو ان المانجرز actively support social responsibility، واللي هو يعتبر افضل واقوى موقف واللي هو المفروض ان كل البزنس تمشي عليه. هنا قال ان go out of their way to learn about and help stakeholders. فهنا رجع رتب لي اللي هي responsibilities او اللي هي ردود الفعل حقة المانجرز. طبعا اضعف واسوأ واحد اللي هو obstruction واللي هو يتصرف بشكل unethical وilegal، اللي بعدها واللي هو defensive response، الثالث واللي هو accommodative response واللي هو عبارة عن انه يكون المانجر مستوعب انه هو عنده responsibility اتجاه المجتمع. اما اقوى واحد اللي هو proactive response او اللي هو positive response واللي هو عبارة عن انه فعليا المانجر هنا يحاول انه يطور ويحسن من social responsibility.